نشرة أخبار جرى إيه وأول خبر معانا من وزارة الصحة والسكان. كالمعتاد كل يوم بنتابع تفاصيل وأعداد إصابات كورونا في مصر. وامبارح الوزارة أعلنت تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 51 حالة. خرج من المستشفيات 321 واحد خف بعد ما أخذ طبعا الرعاية الطبية اللازمة. بكده وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس اللي تم تسجيلها في مصر لحد دلوقتي 175,059 حالة، من ضمنهم 135,670 حالة شفاء و 10,101 حالة وفاة. كمان وزارة الصحة والسكان أكدت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان في شهر مايو اللي جاي. وحاليا منظومة التأمين الصحي الشامل متطبقة في 4 محافظات اللي هم بورسعيد والأقصر وإسماعيلية وجنوب سيناء. كمان دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت على تجهيز منظومة متكاملة علشان يكشفوا على الأمراض المنتقلة من الأم للجنين. والمبادرة دي بتستهدف فحص 2.5 مليون سيدة في السنة وحماية 2.5 مليون طفل من أمراض الالتهاب الكبدي وفيروس النقص المناعة البشري وغيرها من الأمراض المختلفة، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم للجنين من 45% ل 2% بس. في كمان من الأخبار اللي معانا، المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة وافق على إطلاق اسم مدينة الأمل على منطقة عزبة الهجانة. اسمها هيتغير خلاص بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير الاسم كاستجابة لرغبة الأهالي هناك بعد زيارته للمنطقة مع رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة. ومن الأخبار برضو اللي معانا النهاردة وخبر مهم، وشركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت انقطاع المية بكرة الخميس عن مناطق مدينة الأمل اللي هي عزبة الهجانة. سابقا زي ما احنا قلنا الخبر اللي فات قبل الغنوة اللي فاتت، هتتقطع المية بكرة في كل مراحلها المختلفة، وهتقطع المية من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 8 بالليل. وده بسبب هيعملوا كوبري المعصراوي وهيغيروا او حولوا مسار خط المية اللي هيكون متعارض مع الكوبري. وبكرة ما هتقطع ان شاء الله في منطقة عزبة الهجانة او مدينة الامل يعني بكرة الخميس من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 8 بالليل. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أعلن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو للسعي للسلام لسنة 2021. الجائزة قيمتها 150,000 دولار وبيتم منحها كل سنتين، وبتهدف طبعا لتكريم الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة اللي قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي لتحقيقه والحفاظ عليه. خلصنا نشرة أخبار جرى إيه بعد الغيمة اللي جاي على طول، عايزين نشوف زي النهاردة في إيه. نسمع بهاء سلطان ونرجع نكمل.